الأقنعة التي ساعدت في الوقاية من فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح أصبحت اليوم تشكل خطراً مميتاً على الحياة البرية والبحرية. العديد من الطيور والأسماك تهلك بسبب أقنعة مهملة تتناثر أجزاؤها في الفضاءات العامة. حمايتنا لا يجب أن تكون على حساب مخلوقات أخرى. هذا ما يجب أن نضعه في الحسبان كلما رمينا قناعا أو قفازا. فالحياة البحرية أصبحت مهددة وتلوثت شواطئ العالم. نعتقد أن الأقنعة والقفازات من المحتمل أن تشكل تهديدا للحياة البرية والبحرية. فمثلا السلاحف البحرية تلتهم القفازات معتقدة أنها قنديل البحر الذي تعتمد عليه كغذاء أساسي. في بريطانيا تم إنقاذ هذا الطائر المسكين من براثن أشرطة قناع التف حول ساقيه. كان يتألم ومفاصله منتفخة. تحتوي معظم الأقنعة على أربطة للالتفاف حول الأذنين، ومن المحتمل أن تشكل خطرا بالنسبة للأسماك والسلاحف البحرية وربما للطيور البحرية أيضا، وتكون بمثابة شرك أو فخ مؤذن للحيوان. حتى قرود المكاك شوهدت تمضغ الأقنعة القديمة خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور، ما ينذر بخطر اختناق هذه القرود اللطيفة. المشكلة أن الشبكة الغذائية بأكملها معرضة للخطر بشكل أساسي هنا، لأنه عندما تتحلل هذه المواد البلاستيكية في البيئة مثل جميع المواد البلاستيكية فإنها تشكل جزيئات وجسيمات أصغر تؤثر إلى حد كبير في شبكة الغذاء بأكملها للحيوانات الصغيرة والكبيرة. مئات السنين يحتاج قناع الوجه الرقيق ليتحلل في الطبيعة، وما دامت أقنعة الوجه لن تختفي في وقت قريب فلنفكر بشركائنا على كوكب الأرض.